بدعوى حقوق المرأة ومساوتها مع الرجل، يعني يريدون أن يساووا المرأة مع الرجل حتى في الموت. هناك سم موجود في العالم يقتل كل سنة 6 مليون إنسان، وفي هذا القرن، القرن 21، هذا السم سيقتل 1 مليار إنسان. نسبة كبيرة من الناس يشترونه، لا بل ويتفننون في شربه واستعماله. لكن رغم ذلك الدول لا تمنع صناعة هذا السم، بل أكثر من ذلك تتاجر فيه وتربح منه أموال. مع كل هذه التلميحات أعتقد أنكم عرفتم عن ماذا أتكلم. فالمهم قبل ما ندخل في الموضوع، لا تنسى تشترك في القناة حتى يصلك أي فيديو جديد ولا يفوتك أي مقطع. وإذا لم يكن شيئا صعبا، أتمنى أن يصل هذا الفيديو إلى 5000 لايك لنرى ذلك. ولا تنسوا تتابعوني على حسابي على الإنستغرام وسناب شات وفيسبوك. فالمهم يلا ندخل في الموضوع. مع كل تلك التلميحات التي سمعتموها في المقدمة، طبعا الآن ربما عرفتم عن ماذا أتكلم. نعم، إنه التبغ. وصل عدد المدخنين في العالم إلى 1 مليار إنسان، أي 1 مليون بشري يدخنون، والتي تعتبر 20% من نسبة سكان العالم. وهذا كان في سنة 2014. 800 مليون منهم رجال، بينما 200 مليون مدخن من النساء. يستهلكون سنويا 6 تريليون وربع تريليون سيجارة. ولمن لا يعلم ما هو هذا التريليون، هذا الرقم الكبير، بصراحة هذه الأعداد الفلكية نستعملها في حساب المسافات في الفضاء، وببساطة هي 1 مليار، أي 1000 مليون. فأتمنى أن يتقبل عقلك هذا العدد الهائل بالمقارنة مع 4 تريليون و640 مليار سيجارة في سنة 1980. السجائر تسبب بموت 6 مليون إنسان كل سنة. وفي القرن الماضي، القرن 20 الذي مضى، تخيلوا كم إنسان مات بسبب التدخين؟ استعدوا للرقم، 100 مليون إنسان ماتوا بسبب التدخين، أي أكثر من عدد قتل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مجتمعين مع بعضهم. وهناك أقاويل لبعض المتخصصين تقول بأن قتل التدخين سيصل في القرن 21، هذا القرن الذي نعيش فيه الآن، سيصل إلى 1 مليار قتيل. هل تتخيلون هذا الرقم؟ بالمناسبة هذا الرقم هو من منظمة الصحة العالمية، سأترك لكم التقرير أسفل الفيديو لتشاهدوه بأم عينكم. فمليار إنسان سيموتون بسبب التدخين في القرن 21؟ هل لك أن تتخيل هذا الرقم المهول؟ فهذا العدد الكبير من القتلى هو أكبر من عدد قتلى على مر 700 سنة كلها. هنا يأتي سؤال مهم جدا جدا، ما دام الجميع يعرف أن التبغ والسجائر تقتل الناس بهذا العدد الفلكي، إذا لماذا الحكومات لا تمنع التبغ؟ لماذا لا توجد قوانين لإيقاف تصنيع السجائر والتبغ؟ لماذا لا تقفل مصانع إنتاج السجائر والتبغ؟ والجميع يعلم أنها تقتل هذا العدد الفلكي من الناس، لماذا لا يمنع هذا السم من الأسواق؟ حسنا، إليكم الجواب الشافي. شركات التبغ شركات ضخمة ومسيطرة جدا، وتعتبر صناعة التبغ والسجائر من أضخم الصناعات في العالم، فأرباحها مثل أرباح شركات البترول. وكما أخبرتكم في فيديو سابق عن شركة أبل، فشركات البترول هي الأكثر ربحية في العالم، فبلغ مجموع أرباح أكبر 6 شركات في العالم 3.5 مليار دولار. فإذن هي تجارة مهولة، وتشكل المبالغ العائدة من الضرائب على منتجات التبغ بعض من أهم المداخيل بالنسبة للدول. وما لا يعرفه الكثيرون أن شركات التبغ والسجائر هي واحدة من أقوى اللوبيات في الدول. ستقول لي كيف هذا؟ ببساطة صديقي، هي تعمل من وراء الكواليس، تمول بطريقة غير مباشرة حملات انتخابية لأعضاء برلمانات ولمجالس حكم، ثم يقوم أولئك السياسيون الذين ينجحون عندما دعمتهم شركات التبغ، طبعا يجب أن يردوا الجميل. كيف؟ بالمنع أو الحد من التشريعات التي يمكن أن تضر هذه الشركات. يعني ببساطة يجب أن لا يخرج قانون من البرلمان يوقف صناعة التبغ. طبعا أي قانون، تلك الشركات ستختنق ومن ثم ستفلس. فصناعة التبغ عموما تصل إلى 4.5% من تجارة العالم بأكمله سنويا، ومبيعات التبغ حول العالم في سنة 2010 بلغت 720 مليار دولار، أي اقتربت من التريليون دولار. وتتربع شركة فيليب موريس الأمريكية على رأس أعلى الشركات المنتجة للتبغ في العالم ربحا، حيث تحقق أرباح سنوية تصل إلى 16 مليار دولار. إذن المسألة بيزنس،
أموال، وحينما تكون المسألة فيها أموال وطبعا أموال كثيرة، هذا الأمر يسيل لعاب الحكومات، فالحكومات لا تستطيع التخلي عن صناعة التمر ببساطة لأنها تدر عليها عائدات بالمليارات، بالإضافة إلى أن الناس أصبحوا مدمنين على التدخين بسبب مادة النيكوتين الموجودة في التمر ومنتجاتها، والتي كما قلت لكم أن الشركة تضع نسبة معينة في السجائر من النيكوتين التي تجعل المدخن كأنه سمكة عندما تعلق في صنارة الصيد، لا تستطيع السمكة الإفلات، ولذلك هذه الصناعة عليها طلب، وإذا لم يكن عليها طلب فكل المصانع ستغلق طبعا. أما إذا أقفلت الحكومات المصانع فأول من سيغضب ويخرج في مظاهرات هم المدخنون وليس الشركات، لأن الواقع في المصيدة هو المدخن وليس الشركة. هل تعلمون أنه في أوائل القرن العشرين لم يتقبل المجتمع الأمريكي أن تكون المرأة تدخن؟ فعلا ذلك لم يكن مقبولا في المجتمع الأمريكي، كان تدخين المرأة يعتبر عملا لا أخلاقيا. استمرت تلك الفكرة حتى عام 1923، وفي أحد الأيام في نيويورك وأثناء مسيرة لعيد الفصح وحضور كثيف لوسائل الإعلام، قامت مجموعة من الفتيات الجميلات بإشعال السجائر وتدخينها أمام الناس. هنا تم كسر التابو، وسائل الإعلام سمت ذلك الحدث بمشاعل الحرية وبدعوى حقوق المرأة ومساوتها مع الرجل، يعني يريدون أن يساووا المرأة مع الرجل حتى في الموت، لا يريدون للرجل أن يموت لوحده طبعا، يجب أن يساووا المرأة معه. ذلك الحدث رافقته الكثير من الإعلانات التي دعت إلى حرية المرأة، نعم كما سمعت، حرية المرأة. لكن ما تم إخفاؤه ولم يعرفه أحد في ذلك الوقت هو أن شركات التبغ بنفسها هي من كانت وراء ذلك الحدث، وهي من مولت تلك الحملة. كان الهدف الرئيسي هو كسب أكبر عدد ممكن من المدخنين، طبعا الرجال لا يكفي، يجب أن نضم النساء أيضا، بدل أن نبيع سيجارة واحدة نبيع اثنين للمرأة وللرجل. وقد تحقق ذلك فعلا. بالله عليكم كم من مرة شاهدتم في الكثير من الأفلام فتاة جميلة بسيجارة في يدها، أو شخص سارح وكأنه مثقف أو مفكر أو عالم وسيجارة في يده، وتقول أريد أن أكون مثله. وفعلا الكثير من الناس يحاولون التشبه بذلك الشخص أو بتلك الفتاة. هل تعتقدون أن ذلك مصادفة؟ لا صديقي، ما يوجد في تلك الأفلام ليست مصادفة، لا مجال للمصادفات في عالم التجارة نهائيا، كلها إعلانات. حتى تلك السيارة التي تشاهدها في فيلم معين، شركة السيارة هي التي دفعت لمنتجي الفيلم ليدخلوا ذلك النوع من السيارات. أو عندما تشاهد ممثل يحمل هاتف معين، تعتقد ربما شيء عادي أن ذلك الممثل يحمل ذلك الهاتف، لا، شركة الهاتف هي من دفعت لمنتجي الفيلم ليدخلوا ذلك الهاتف في المشهد. نفس الشيء على الحواسيب، كل شيء إعلانات إعلانات إعلانات. بعض الناس يعتقدون أنها مصادفة، لا صديق، هي ليست مصادفة، الأمور لا تمشي هكذا. فشركات التبغ على مر سنوات اعتادت استعمال المشاهير، طبعا المشاهير لديهم معجبين، فمثلا كريستيانو رونالدو لوحده لديه أكثر من 100 مليون متابع على الإنستغرام، هذا كمثال فقط. وربطت الشركات التبغ والسجائر مع كل ما يمكن أن يغوي المشاهد، الرجولة، القوة، الأناقة، الجنس، الجاذبية الجنسية للمرأة للرجل، حرية المرأة، وإلى غير ذلك من الأشياء. مع مرور الزمن أخذت الحكومات تقيد الدعاية المباشرة وأخذت تحارب عادة التدخين. هذا الأمر دفع شركات التبغ إلى الدعاية لمنتجاتها بطريقة احتيالية، بطريقة غير مباشرة. مثلا دفعت شركات التبغ من ضمنها شركة فيليب موريس أموالا إلى مخرجي الأفلام في هوليوود لقاء تصويرهم لعلب السجائر ضمن مشاهد الأفلام. ليبدو الأمر كله كأنه عفوي، يعني ممثل أخرج سيجارة وبدأ يدخن عادي، ما الأمر في ذلك؟ لكن الأمر كان دعاية وإيحاء للمشاهد بأن الأمر طبيعي ومقبول. في عام 1983 دفعت شركة ويليامز إلى الممثل سيلفستر ستالون مبلغ $500,000 لقاء قيامه مع ممثلين آخرين بالتدخين في 3 أفلام كان هو البطل في هذه الأفلام. هذه الحالة طبعا تكررت في الكثير من الأفلام، وأنا أتحداك أن تعطيني قائمة بأفلام لم يتم التدخين فيها، حتى إن وجدت فإنك ستتعب كثيرا لتجد ذلك الفيلم، أنا أعدك. فقد شاهدت الكثير من الأفلام بالخصوص هوليوود، ومن النادر جدا أن أجد فيلم ليس فيه ممثل يدخن، وفي الغالب يكون البطل أيضا مدخن. وفي الحقيقة الدعاية الغير مباشرة للتدخين أصبحت أكثر فاعلية، لم تعد تنفع الدعاية المباشرة، أن يأتي ممثل ويقول لك التدخين جيد، اشتري سيجارة، طبعا لا أحد سيقبل هذا. وأيضا من الأشياء التي لاحظتها هو أنني شاهدت أفلام مثلا عادل إمام
تقريبا كلها الأفلام القديمة، نظرا لأني أحب أفلامها القديمة أكثر من الجديدة. إن كنت شاهدت هذه الأفلام سترى كم كان عادل إمام يدخن. إن لم ترى ذلك فقد شاهد أحد أفلامه القديمة، حيث أنه كان يدخن أكثر من 20 مرة في فيلم واحد. عندما كانت سيجارة تنتهي يشعل مباشرة سيجارة أخرى، هل هذه مصادفة؟ طبعا لا. لذلك أصبحت الشركات تجعل بطل من أبطال فيلم معين يدخن. لكن من الغريب أن تجد أن أصحاب شركات السجائر والتبغ بأنفسهم لا يدخنون. السلام عليكم.